اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل سناب شات لم نتمكن في ضبط البريد الإلكتروني. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على سناب شات خاص بكم. بعد سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعد سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين. بعد سوف نقوم بإيقاف هذا تشغيل واي فاي خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن سناب شات خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه.